السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تعودنا في كل يوم أقدم لكم اليوم كلمة جديدة، كلمة يفرح الكثيرون عند سماعها، لا سيما بعد يوم شاق من العمل. كلمة اليوم هي كلمة Feierabend. Feierabend. كلمة Feierabend هي كلمة مركبة تتكون من كلمتين مستقلتين، وهما كلمة فاير وتعني حفلة، وكلمة عابند تعني مساء. كلمة فاير تعني حفلة أو احتفالية، وكلمة عابند تعني مساء، أمسية أو عشية. فاير عابند هي كلمة مركبة، وكلمة مركبة يعني بالألمانية كومبوزيتوم. Feierabend ist ein Kompositum. Kompositum هو ein Wort, welches aus zwei oder mehreren silbenständigen Wörtern besteht. Kompositum يعني كلمة تتكون من كلمتين أو ثلاثة كلمات أو أربعة أو خمس إلى آخره، وهذا هو يعني. إذن Feierabend ist ein Kompositum. الآن معنى كلمة Feierabend. معنى كلمة Feierabend هو الانتهاء من العمل أو نهاية وقت العمل إلى غير ذلك. أمثلة على كيفية استخدام Feierabend. المثال الأول هو كالآتي: Wir machen um 5 Uhr Feierabend. Wir machen um 5 Uhr Feierabend. ننتهي من العمل مع الساعة الخامسة. Wir machen um 5 Uhr Feierabend. المثال الثاني: Mein Vater hat um 7 Uhr Feierabend. ينتهي أبي من عمله مع الساعة السابعة. Mein Vater hat um 7 Uhr Feierabend. ولكلمة Feierabend معاني أخرى أو معنى آخر. المعنى الثاني لكلمة Feierabend هو الفترة أو فترة ما بعد العمل، فترة ما بعد العمل أو فترة ما بعد انتهاء فترة العمل. على سبيل المثال: Was machst du heute am Feierabend؟ ماذا تفعل اليوم في فترة ما بعد العمل؟ Was machst du heute am Feierabend؟ ماذا تفعل اليوم في فترة ما بعد العمل أو بعد انتهائك من العمل؟ هذا هو شرحنا لليوم، وأتمنى أن يكون الشرح قد أعجبكم والكلمة التي اخترتها لكم قد أعجبتكم. وشكراً.